احنا لازم نستغل هذا المكان حتى في فترة الشتاء، لان المكان كبير جدا. وبعدين 1300 طبعا، والجو يسمح على فكره في المكان، والسيتس مريحه، والارتفاع مدي ارتفاع حلو. وبعدين المكان كمان مجهز، كمان انا حضرت كمان الميوزيكال الساوند سيستم واللايت سيستم كمان مدهش رائع جدا. فالبوتنشال ان احنا نعمل مسرحيه هنا في الشتاء هيبقى شيء عظيم جدا الحقيقه. واحنا عندنا الطاقات ديت الحقيقه، في فرق شبابيه كتير جدا ممكن تعرض، ويبقى نحطه على منصه العروض المسرحيه بتاعتنا جوه وزاره الثقافه. انا في المستقبل نعمل فعاليه كامله هنا، زي المهرجانات المسرح التجريبي او المسرح الحديث طبعًا. او رأس الايقاع جدا موجود جدا. نبتدي حتى نخرج بره خارج العاصمه طبعا، خلاص هي القاهرة اكتظت جدا طبعا. والاماكن بقت محدودة جدا كمان، وطبعا ناهيك طبعا عن التعداد الكبير بيخلي حركة الانتقال جوه القاهرة صعبة جدا. فلو انتقلنا هنا وقت للاماكن دي الحقيقة المكان رائع جدا مجهز. شكرا على الاضافة الجميلة ديت. انا كل ما بشوف مسرح او منصة جديدة ثقافية بفرح جدا، ده معناه انها طاقة شبابية جديدة تحتوي المكان بإذن الله يعني. شكرا يا فندم. الشاطئية بقى عاملين فيها شوية اكتيفيتيز رياضية وشوية حاجات للأطفال. عندنا برضو هناك مسرح بتاع نبتة. أنا عجبني كمان تخطيط العام للمنطقة الحقيقة، يعني علاقة المنطقة السكانية بالمنطقة الترفيهية كمان بالمنطقة الشاطئية علاقة حلوة. التصميم بتاعها نفسه كأربن بلانينج حلو جدا. وبعدين استغلال المنطقة الزرقاء كمان بتاعت البحر استغلال ذكي جدا، لكن انت من اي مكان انت كمان شايف الزاوية مفتوحة قدامك. شيء مدهش دايما ان خط الافق الازرق ده بيدي حالة ارتياح غير عادي كده. طبعا هنا بالليل بتبقى الامور اكثر كثافة مش كده؟ بكتير، بتبقى زحمة يعني. الفترة اللي فاتت هنا بالليل الدنيا زحمة، واحنا ساعات كمان كان في الاولمبياد شغاله، فكنا بنشغل الماتشات والبتاع عليها كثافه عاليه. هو التنوع كمان الحقيقه سمه رائعه جدا في العالمين. عندك كل حاجه تعملها، عندك رياضه تعملها، عندك مسرح، عندك غنى. احنا خلقنا مجتمع مش كده؟ هو لازم يبقى الاكتيفيتيز دي موجوده عشان ملعب مجتمع بذره جديده الحقيقه جدا. احنا كل يوم عندنا الفرقه دي، احنا كل يوم فرق مختلفه بقى كل مره.